يا اهلا وسهلا، البيت بيتهم والملعب ملعبهم. نحن حاطين هلا ماتش في ليفربول تشيلسي، وكل العالم تجي بتحضر ولك الشغله هنيك وهيك، يعني بنضلنا نحن جو فوتبول، نجمي انصار ريال مدريد برشلونه، يعني بنضلنا نحن بالجو الفوتبول. البرشلونه اللي بيفوت لهون وضعه كيف يكون؟ مرحب فيه مع شويه قمع بس مرحب فيه. يعني خلص حلقه بس صار نص ساعه واقف عم يكمل الماتش. هذا جونا، يعني هذا جو المستاش، هذا جو الصمام، هذا جو الجالي هون. يعني الرياضة بشكل عام وكرة القدم خصوصا ممكن تكون لغات عابرة للقارات، تجمع شعوب من عدة جنسيات. كرة القدم بمدينة ديربون وبين الجالية العربية الأمريكية لها اهتمام كثير كبير، بالإضافة لبعض الرياضات الأخرى. أسماء مثل محمد صلاح، رياض محرز، جمهورة كبير وسط هيدي الجالية، وأصحاب مهن بالإضافة لساحات مهنهم ممكن تتحول ببعض اللحظات لتكون ساحة لكرة القدم أو رياضات أخرى ومتابعينا. رح نشوف في هذا التقرير أهمية الرياضة وتأثيرها بين الجالية العربية الأمريكية. كابتن علي، يعطيك ألف عافية، معروف عنك أنك لاعب كرة قدم مميز وعندك اهتمام بالرياضة. برأيك أهمية الرياضة أو يعني كرة القدم أو الرياضة بشكل عام بين الجالية العربية الأمريكية؟ أول شيء يعطيك العافية، وبحب حيي صدى الوطن على الإشراف وعلى التقنية اللي عم تعملوها بديربون. وأول شيء بحب أقول إنه هون كرة القدم بديربون، يعني في مثل الجالية العربية اللي جايين من لبنان بحبوا الفوتبول، يعني نحن مثل يعني بتجي بالدم من لبنان، بنخلق يعني معنا طابة بالشياح بالضاحية بالجنوب بعلبك وهيك، وفي منهم يعني مثل اولاد خالاتي وهيك هون بحبوا الامريكان فوتبول، البيسبول، باسكتبول وهيك. نحن بنحب نختلط فيهم كمان، نحن يعني مثل ما بنحب الساكر بنحب نختلط بالامريكان فوتبول وهيك، بس بتضل عندنا يعني اللعبه الكره القدم الشعبيه الكبيره مثل يعني مثل بلبنان بنلعبها هون في دورات للجاليه اللبنانيه اليمنيه العراقيه، ودائما في يعني بنشكر الجاليه اليمنيه بيعملوا دوره بمنفنديل بنلعب معهم، ودوره منظمه كتير بيعملها الحاج طارق ابو طارق اللي كنت عامل معه انت مقابله من فتره، يعني والله يخلي له ابنه، يعني ألف مبروك له فات على الجامعة القوية. وبحب انه يعني مثل الفوتبول نحن مثل ما بتشوف هلا نحن حاطين هلا ماتش في ليفربول تشيلسي، وكل العالم تجي بتحضر ولك الشغله هنيك وهيك، يعني بنضلنا نحن جو فوتبول، نجمي انصار ريال مدريد برشلونه، يعني بنضلنا نحن بالجو الفوتبول. بالنسبه كنت عم تقول لي في دورات بتنعمل، هالدورات عم تجمع شباب عربي امريكي من كل الجنسيات مع بعض بالملعب، وبرايك قديش كمان مهم انه اللعيبه اللي هون يرجعوا يلعبوا ببلادهم؟ يعني شفنا مثلا سوني سعد هلا عم يلعب مع المنتخب اللبناني عم يقدم اداء جيد، وبعد اللاعبين من اليمن والعراق كانوا عم يحترفوا هون يرجعوا يلعبوا بالعالم العربي. هل برايك في اهميه كبيره هون من خلال يعني صناعه عقليه كره قدم مهمه بامريكا، وبعدين بيرجع اللاعب بيفيد بلده بهذا الاطار؟ انا اول شيء بحب اقول لك انا نزلت على لبنان، صار لي 11 سنه هون، نزلت على لبنان بس كلاعيبه بديربون لبنانيه ويمنيه وعراقيه، في لبنانية لاعبة هون طب، يعني في كتير لاعبة مثل كابتن حسن سعد، كابتن عباس حمزة، علاوي، جواد مرعي، يعني بحب اقول لك انا يعني وكابتن احمد بر وقاسم مروي، يعني هول عم بحكيك اياهم انا اسماء هون بديربون بينطرحوا اي ماتش جالي لبنانية، اي ماتش هول محطوطين يعني ابعد الطاولة، وكابتن ميسم، يعني هول الشباب كلياتهم يعني عم بقول لك اسماء كتير كبيره، وهول اللبنانيه، يعني وكنت ما قلت لك انه على اليمنيه كمان اسم الله يغزل عين لعيبه، وفي منهم بينزلوا بيلعبوا منتخب بلادهم وهيك، بس كلبنانيه هون لازم لايك ينزلوا يصيروا يحترفوا بلبنان، لانه في كتير لعيبه هون بميشيغان كتير وعم بيتعبوا على حالهم. في الكابتن علي ناصر كمان ابنه للزلفيكار ناصر كمان كتير يعني اشتغل عليه بيو، والله يخلي له اياه، يعني اسم الله يغزل عين، هلا عم بيلعب كمان مع همام. قاسم يعطيك العافية، يعني عم نحكي هلأ في جو كأس السوبر الأوروبي تشيلسي ليفربول، عم نحكي عن الرياضة بشكل عام، برأيك شو أهمية الرياضة وشو هي أكثر رياضة بتحبها أنت؟ هلأ أنا بالنسبة لي بحب الساكر أكثر شيء، يعني معروفة رياضة كتير ممتازة يعني بالنسبة للجسم بشكل عام يعني بالمجتمع، بس يعني فيك تقول هون كتير ما كتير العالم تهتم لهي المواضيع بهون خصوصا يعني بأمريكا، لأنه كيف بدي أقول لك كله شغل ويعني ما في إلا كتير وقت، بس في ناس كمان بتخصص له وقت وهذا الشيء كتير منيح يعني وهيك. حضرتك تعطي وقت للسوكر؟ يعني كنت قبل، بس هلأ إن شاء الله كمان بدي أرجع أعطيها وقت، لأنه شيء كتير ممتاز يعني ومنيح على إلي وبتساعد يعني على الجسم وكل شيء يعني. هل بعدك بتتابع مباريات مثل مثلا لبنان؟ بتعرف انه الجو جمعوا كلهم شباب مع بعض بيحضروا ماتشات ليفربول، ريال مدريد، برشلونة، هل هون نفس الجو موجود بديربون
الشباب تجمع مع بعضها؟ ايه موجود طبعا، يعني مثلا انا كل ماتش مثلا مجمع انا ورفقات الشباب، مثلا بنقعد قاعده بنحضر، مثلا مثل اخر مره الفاينل تشامبيونز ليج حضرنا كلنا مع بعض، الكوبا امريكا حضرنا مع بعض، فيك تقول كل ماتشات تقريبا. معلم حسان يعطيك العافيه، نشوف محلك ساحه اجتماع الشباب، شو رايك بهذا الجامعه اللي عنوانها رياضه او كره القدم؟ يعني نحن هون محل بيستقطب عالم الشباب، بيجوا الشباب بيقعدوا بيحلقوا بيحضروا فوتبول، يعني مثل جالي مجموعه عندنا هون بالمنطقه، ويعني نسبه بدير ونعتبر نحن الصالون الاكبر اللي بيستقطب عالم الشباب، فاكثريتها بتلاقي عندنا شباب يقعدوا بيحضروا فوتبول مثلا بيتسلوا بنعمل جو مع بعض، يعني مثل ما شايف انت. يعني الرياضه بتجمع اكيد، الرياضه بتجمع وخصوصي بديرون، يعني بتلاقي انه اكتريه الجالي هون بتروح لرياضه غير الساكر، بيروحوا لرياضه البيسبول فنحن عندنا هون اكتريه شباب لبنانيه، فبتلاقي الجو عندنا قريب للبنان، يعني بتلاقي هيك شيء كل الجاليات، بس اكيد الجاليه الاكبر هي عندي هون اللبنانية، وبتلاقيها بعض الجاليات مثل الفلسطينية الأردنية العراقية، يعني تلاقي خليط حلو. مثلا عندنا هون بالمحل يعني عندي من جميع الجنسيات، بكونوا قاعدين عم يحضروا فوتبول، بكونوا عم يتسلوا، نتسلى مع بعض، يعني ما في أي شيء إلا يعني بتجمعنا إلا المحبة وال يعني والرواق، وبتعرف أنت يعني مش بس بزنس، مش بس بزنس، لا أكيد يعني الكوميونتي هون حلوة كتير، يعني بتلاقي حالك في فرق عن لبنان، بتحس حالك عن جد بلبنان. انا بحس حالي هون بهالبلد بلبنان، يعني هون كاني بلبنان اكثر من لبنان، يعني حتى بروح على لبنان بفقد لهون كجالي موجوده هون وكهيك. حتى نشوف جو الشارع بتشجع الله ايه. يعني خلص حلقه بس صار نص ساعه واقف عم يكمل الماتش. هذا الجو هذا جونا، يعني هذا جو المستاش، هذا جو الصالون، هذا جو الجالي هون. يعني اجمالا يعني بدير هون قليل ما تلاقي محلات بس مثلا تستقبل بس شباب اكثر، يعني كله اكثريته هون جو شباب. جو شباب هون بامتياز فيك تقول، يعني اوكي ممتاز. اللعيب اللي بحنن لهم بتحس الزمن القديم كان هو زمن الفوتبول الحقيقي، هلا زمن المصاري اكثر من الفوتبول، تحول لتجاره اكثر. طبعا بعدين بتحس يعني مثل ريفالدو بعدنا هلا بيذكروا، حتى اللي بيحضروا فوتبول صاروا عن جديد بعدهم هلا بيحكوا رونالدو ريفالدو رونالدينيو، يعني هذا الجيل الذهبي اللي بيقولوا له. هلا ما يعني بعده حلو الفوتبول وتطور الفوتبول بس مش مثل ايام زمان. بس بنلاحظ نحن الاهتمام بالسكر هون اقل من يعني لما كنا عايشين مثلا بالعالم العربي، كان الاهتمام اكبر هون، اكثر بيهتموا يمكن بكرة القدم الامريكية بيسبول. هل هذا التغيير اثر عليك على اهتمامك بالسكر؟ هلا اول تقريبا 5-6 سنين ما يعني ما كنت عم بحضر، بس نقلت من لبنان ما كنت عم بحضر فوتبول، لانه بالنسبه لانه المحطات والقنوات وهيك شغلات، فما كنت عم بقدر. لا ما بعدين استهدات على المحطات وهيك، فصرت تابع ارجع مثل اول وجديد، بس يعني مبدئيا لا رجعت هلا تتابع وبكثره. شو ريالي برشلوني ليفربولي مين بتشجع؟ ريالي للدم، بس ريالي للدم. يعني شفنا عندك تجمع كبير عامله بالبيت، الصور الجو، برايك قديش مهم خاصة فينا نعتبر نحن بغربة، قديش مهم هذا الجو ليجمع الشباب، هذا الحس العائلي الأصدقاء، عم تصنع مجتمع من خلال كرة القدم من خلال الجو، قديش هذا الشيء مهم بالنسبة لك؟ لا طبعا حتى من خلال يعني دايما 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 مثلا عندك نحن بالصيفية بس يتوقف الموسم الفوتبول فبتكون يعني عشوائي مثل زهق 24، فبس هلا بس يبلشوا الدوريات فبترجع بتحس رجعت الحياة، رجعت انك تكون مثلا 3-4 ايام خاصة بالشامبيون ليج، مثلا جمعة سبت احد هي ايام خاصة بالدوريات، فلا بتنقلب يعني رأسا على عقب. هلا يعني انتو عم تحلق عم تتابع تشيلسي ليفربول؟ هلا ناطر بس لحتى يبرمني، بده يبرمني على التلفزيون. ليفربول ولا تشيلسي بعد الماتش؟ ليفربول بس عشان محمد صلاح. بس عشان محمد صلاح. هلا عندك بالبيت؟ تعالوا صوروا عندي بالكراش. والله فكره حلوه. يعني احنا عم نحضر نهائي السوبر الاوروبي، ولكن بنفس الوقت عم نشوف تاريخ كره القدم العالميه كلها حوالينا. علي يعني بالديكور اللي عامله، اول شيء الصور هون يعني زيدان روبرتو باجيو مارادونا ميسي كريستيانو
تاريخ كامل رونالدو البرازيلي تاريخ كامل قدامنا. شو فكرة الحات عندك هون؟ رأيي فكرة الحات انه كل صورة عم تروي قصتها. فعندك مثلا اسطورتين مثل ميسي ورونالدو اول مرة بفوتوا كانوا على الملعب تبديلهم، عندك مثلا مثل زيدان وقت ما جابوا بطولة الشامبيون ليج بيقولوا، عندك جول انيستا بنهائي كأس العالم 2010، جول راموس بنهائي الشامبيون ليج وقت ما انقذ الريال مدريد، عندك هدف كريستيانو رونالدو اللي خليه ينتقل على جوفنتوس. فشغلات مثل هيك يمكن الجيل القديم بعده بيتذكر بكل تفاصيلها وكل شغلة صارت. فهيدي كانت فكرة الحاد عندي، وكان كل شيء يعني مثلا عندك الساعة اللي فوق، هاي فكرة انه الشامبيون ليج 12 شامبيون ليج اللي مع الريال مدريد، بيلي اسطورة من اساطير الفوتبول. فهاي كانت الفكرة. طب نحن ك يعني جالية عربية أمريكية ومغتربين موجودين بمدينة ديربورن والمحيط كله بأكمله، برأيك قديش أهمية هيك جو بيجمع الشباب، يعني رياضة أو كرة القدم قديش عم تجمع الشباب عندك بهذا الديكور المميز واللي فيه إبداع كبير؟ والله يعني بقول لك يعني واحدة من الشغلات اللي نحن بنشتغل عليها كل الشباب، يعني كان ميسم كان رفقاتنا البقايا، يعني كلياتهم بيشتغلوا مثلا انه مثلا وقت الشامبيون ليج نحن لازم نكون مجمعين ولازم نكون عم نحضرها مع بعض، انه وقت ما يكون في ماتش مهم يعني بتلاقي الشباب كلها حتى عم تعطل من اشغالها لحتى تتجمع وتلعب وتقعد مع بعضها وتتسلى ويكون في حماس وتزريك بين الشباب وهالقصص. ولمجال المجاملات شو قصتها؟ لمجال المجاملات يعني مدريدي فما فينا نجامل كتير، فعشان اللي يفوت على هالملعب يفهم شو القصة. البرشلونة اللي بيفوت لهون وضعه كيف يكون؟ مرحب فيه مع شوية قمع بس مرحب فيه. وبالنسبة لميسم، ميسم يوفي فظبط، كريستيانو رونالدو جمع يعني محبي الريال حبوا اليوفي أكتر رجعوا بانتقال كريستيانو. كيف تشوف جو اللي عامله علي هون، وبشكل عام جيل العربية الأمريكية برأيك قديش كرة القدم أو الرياضة بتجمعها مع بعضها؟ أول شيء نحن يعني هذا كبير الفوتبول، كريستيانو رونالدو أسطورة يعني أكيد هو ميسي يعني. بس ما جيته على على اليوفي أكيد يعني زادنا طاقة، عطانا القوة أكتر، في روح أكتر صار، وغير هيك إنه عنده نسبة جماهير يعني جابها معه، عرفت كيف؟ هذا الشيء كتير منيح لنا يعني، هذا بيطورنا. وغير هيك بس بده ينتقل هلا الرياضة حلوة لأنه فيها روح يعني، الجامعات عم بتصير دائما وكله بيشجع فوتبول هون يعني، الجارية كلها بتلعب فوتبول وبتشجع فوتبول، فحلوة عم تكون الجامعة يعني فيها تزريك وحماس وهالقصص، بس ما فيها مشاكل يعني، هي أهم شيء إنه لا زعل ولا مشاكل بصير فيها، هذا اللي بهمنا يعني، لأنه رياضة إنه بده يكون شوي الواحد بيقتنع بهذا الفريق وبهذا الفريق، أكيد الأخلاق أهم شيء يعني. عندي بشجع ايطالي، مشجع ايطالي بس عندي ديل بييرو انه الجول 2006 هو اسطوره هالصبي يعني، اللي عمله كمان مش هين. برايك انت هون عاده الاهتمام الامريكي بشكل عام هو بالبيسبول بالامريكان فوتبول باسكتبول، الاهتمام بالسكر قليل، هل هالشيء اثر عليك لما انتقلت على امريكا؟ هل اهتمامك بالسكر قل او لا في اجواء انت خلقتها؟ لا ابدا، هلا هي الفوتبول هون كثير ضعيفه يعني، ما في عليها صوره الكامله يعني، مقصرين بحقها يعني، عرفت كيف؟ بس هلا شوي عم بيطوروها اكثر الامريكان يعني، بس لازم تكون المعنى الاول بالعالم يعني هي الفوتبول الساكر، الاهتمام زايد كثير على الباسكت على الفوتبول، فمقصرين بحق الساكر لأنه أهم وحدة يعني. علي عم نحضر هلأ محمد صلاح فخر العرب، رياض محرز أيضا عم يقدم أداء مميز مع المان سيتي،
برأيك قديش هاد اللعيبة بتقدم صور حلوة عن العرب وبتكسر الصورة النمطية عن العربي بالعالم كله؟ طبعا كتير 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 مؤثر انه يكون عندك لعيبة عرب وقدوة مثل محمد صلاح. يعني بيقولوا لك مثلا بمدينة بس ليفربول هذيك السنة قديت غير الفكرة عن العرب بمدينة ليفربول من وراء محمد صلاح. فلا فكرة منيحة انه يكونوا بعالم الاحتراف، وهو مجرد انه المفروض يدعموهن بلادهم ما ينزلوهن لتحت. يعني بس يلاقوا عندهم موهبة لازم هن يطوروها ويدعموها لتطلع لبرا، مش يشدوها لتنزل لتحت. والدليل مشاكل محمد صلاح اللي كانوا عم بيتسببوا فيها الاتحاد المصري. عم نشوف هون تشكيلة خاصة، يعني تشكيلة مثالية بالنسبة لك. تشكيلة هذا بيقولوا له ماي دريم تيم. هذا ماي دريم تيم اللي بيضم الجيل القديم وجديد. عندك مثلا مالديني، نستا على الحراسة، كاسياس على الأطراف، روبرتو كارلوس، زانيتي على من الجيل الجديد مثلا كانتي. عندك رونالدينيو، زيدان مثلا، رونالدو البرازيلي وميسي ورونالدو. يعني هدول لازم يكونوا بأي تشكيلة ومفروضين. مدرب أليكس فيرجسون، مع أني ريالي بس أليكس فيرجسون طبعا. هل بتدعي شباب الجالي يجوا يتابعوا معك مباريات بقلب هذا الساحة؟ يعني حضرتك أنت هون قادر تترشح للنيابة من وراء هذا الجمعة اللي بتعملها هون. يا أهلا وسهلا، البيت بيتهم والملعب ملعبهم.